هي بس انا عن السكينه ديال الحي يوم كان مثل السكان ديال حي الموظفين وحي وحومه ولاد صغار والحي الجديد الشاطئ الثاني ثلاثه الاحياء اللي كنظن قريبه ومجموعه ديال الجمعيات وقعنا واحد العارضه اللي فيها 300 ديال الناس وواحد تقريبا 8 ولا 9 ديال الجمعيات اللي معبئين انهم اليوم واقفين واحد الوقفه سلميه احتجاجيه في اطار قانون الحريه العامه كيكفل الناس حق التظاهر. اليوم كنظاهروا باش نوصلوا رساله للصوت، الصوت ديالنا ديال المواطنين المتضررين من هذا الريزو اللي كيشكل اضرار صحيه بالغه. فالقضيه خدات واحد المسار قضائي اللي هو كيكفل الحقوق بشكل خصوصا حنا في دوله الحق والقانون دائما المسطره القانونيه والاداره خصها تتم بالشكل ديالها. هذه فقط واحد رساله اعلاميه كنوصلوها اننا نندد ونحتاج رساله للسلطات باش ما يبقاوش دائما كما كيقولوا كيصطادوا في الماء العكر، لان الشركات حنا كنلوموا الشركه ماشي صاحب المنزل. صاحب المنزل خداو ديك السذاجه ديالو والجهد ديالو بهذه الاضرار الصحيه وجاو خدموا ثلاثه الليل وكيخدموا بواحد الطرق اللي هي زعما اش غادي نقول لك بحال الشغل ديال العصابات. حنا ماشي ضد الريزو ولا ضد هذا، حنا محتاجين له مع التكنولوجيا، لكن عندنا الناس هنا مرض، الناس عندنا ثلاثه شواهد طبيه ولا اربعه امراض سرطانيه، السيد عنده مرض القلب يعني منع عليه حتى الهاتف النقال، فممكن يديروا هنا يجيبوا الريزو ويحطوه على شكل نخله كما كيدار في مكان عام بعيد على السكينه. مرحبا به. حنا اليوم كنلوموا الشركه، انا ما تواصلتش مع السكينه كتخدم، ما عندهاش اداره، ما عندهاش مخاطر، كنتواصلوا اليوم مع مجهول، ما كايناش الهويه ديالو، ما معروفش شكون هو. كيقول لك اتصل بالسيرفيس كل يوم 220، ما كاينش نعرفوا المخاطر شكون. فالقضيه ضد مجهول حاليا، توصلنا بالكونترا انه مع وانا، وانا حتى هي تابعه للفرع ديال انوي، فالدعوه القضائيه راها مستمره، دعوه مستعجله عملناها، وكنظن هذا هو على حسب التحريات اللي عملناها. هذا الريزو هذا هو اللي كان في ماريستات وربحوا قضائيا وعاودوا طلعوا لهذا الحي وخدموا بالطريقه ديال العصابات كما تسمى، لكن هنايا خدموا بواحد الطريقه لانهم ربحونا لانه خدام، خدوا الضمن عن المصدر يعني ما تعطلوش وجاو يصلوا الامور. فاحنا اجلنا اليوم، وقفنا اليوم، عملنا هذه الرساله وصلت، فغادي نرتاحوا واحد النهار وغادي نواصلوا بعد غد ان شاء الله، وغتكون واقفه غنصعدوا شي شويه ان شاء الله باش نحاولوا نوصلوا رساله اكثر، لان حتى السلطه جات تعطلات ما توصلتش معنا. المهم الامور حنا دابا تابعين وغنمشيو بتأني خطوه خطوه ان شاء الله، والاهم في هذا الشيء كامل هو اننا تابعين المساله قانونيا وقضائيا، الدعوه في المدينه.